تم تعييني او بموجب القرار اللي صدر لنا في 24/6/2013 يعني كان في قمه الفرح قمه السرور، يعني حلم حياته بيتحقق. اعضاء النيابه الذين تم استبعادهم بسبب اشتراك مجلس القضاء الاعلى وهو ضروره حصول والدين على مؤهل عالي، ده يعتبر قضاء على احلام اي اب عايز يشوف ابنه في يوم من الايام متفوق او في مكانه احسن منه، لان هو شيء عليه وتعب. طب احنا دلوقتي انتوا بتقصوا ابناء عمال الفلاحين على اي اساس؟ مجلس القضاء الاعلى قد وافق 138 شاب من اوائل كليات الحقوق وكليات الشرع والقانون، تقدير جيد جدا. طبعا يصدر قرار جديد غير مشتمل على اسم ابنه من ضمنهم 138، انت كده بتذهب باحلامه وشقاه وتعبه السنين اللي فاتت دي كلها اضراب الرياح. طبعا ما تستحملش الصدمه، اصيب بجلطه ونزيف دماغ، ما تستحملش بعدها تم توفيق. احنا عايزين ان يعني الدوله تثبت حسن نواياها انها تطبق العداله الاجتماعيه على ارض الواقع. يعتبر اللي حصل ده ارتداد على ثوره 23 يوليو مش ثوره 25 يناير و30 يوليو. لولا ثوره 23 يوليو التي قام بها الزعيم جمال عبد الناصر ما كانش اعضاء مجلس القضاء الاعلى موجودين في المنصه دلوقتي، ما كان ابن الباشا وابن البيه مكانهم. انتوا يعني معلش بتشككوا كده في شرعيه